أول محطة في زيارته كانت بإليزي أين استقبل المرشح الحر من طرف الجماهير. وبتمنراست التي كانت أول من نادته لترشح العهدة الثالثة حظي بنفس الاستقبال. وبدار الثقافة دافع عن برنامجه وكذا أولوياته كالتنمية الشاملة، وتبقى أولى أولوياته المصالحة الوطنية والعفو الشامل الذي اشترطه بتوقف لغة السلاح ونهائيا. نحن نعرف كيف تعمق سياسة المصالحة الوطنية، لكن لن لا سيدي الكريم، العفو الشامل يأتي من بعد أن يستسلم كل واحد ويحط سلاح، كل واحد يحط سلاح. يوم كل من صد على الطريق وهرب من الطريق وكان ضد الشعب الجزائري وضد مصالحه يطرح سلاح وسلاح العنف، حين ذاك ربما تهدأ القلوب وممكن الحاكم يتكلم عن العفو الشامل. العفو الشامل ماهوش غير كلمة خذها من السوق وارميها في الشارع. كما العنف يدينا الفتنة والحرب المدنية، كذلك العفو الشامل الغير المدروس يدينا للحرب الأهلية. بالكم ما تغلطوش في التوقيت، توقيت هام جدا، في أشياء لابد تكون قبل أشياء أخرى. سهل، أنا لطيف علي أن نسمع العفو الشامل، وش خسرت؟ خسرت إمضاء بالقلم. لكن من يضمن لي أنني أعبر عن عواطف المرأة الثكلى؟ من يضمن لي أننا نعبر على من فقد أبناءه، كل أبناءه وأسرته؟ من يضمن لي أننا نعبر على مشاعر الذين فقدوا كل خيراتهم في هذه المحنة؟ العفو الشامل يا سيدي الكريم ماهوش كلام بسيط، هو كلام قول ثقيل، قول ثقيل، قول ثقيل. كما خصته الأغواط باستقبال شعبي أين خرجت الجماهير لتحيته.